إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة من حلقات حلول مشاكل الأجهزة الإلكترونية وكذلك أجهزة الحاسوب، فهي حلول تقنية في هذا المجال. اليوم سوف نرى في هذا الفيديو كيفية إزالة هذه الرسالة التي يقوم البعض بترخيص لها عن طريق إعدادات تشغيل كمسؤول. اليوم يعني هذه الرسالة سوف نتطرق إلى كيفية إزالتها وتجاوز مشكلة ظهورها. فنحن في هذه الحلقة يعني أنا سوف أريكم كيفية ظهور هذه الرسالة وكيفية حلها. فأنا أردت أن أقوم يعني بتعديل إعدادات الساعة والتاريخ، يعني كما تلاحظون الحاسوب عليه يعني الساعة والتاريخ غير يعني صحيحان. يعني اليوم نحن في 7 شتنبر 2020، يعني لما أضغط على التاريخ قصد تصحيحه وتطبيق الإعدادات على التاريخ يعطيني هذه الرسالة. كما تلاحظون سوف أقوم بإزالتها هكذا، وأقوم بإزالتها هكذا وأعيد أن أكرر من جديد حتى يتضح للمشاهدين والإخوان الطريقة. إذن أقوم بالضغط على التاريخ هذا، ثم نذهب إلى مودي في البارامتر دولادات يولر، يعني يعطينا هذه الخانة. فمن طبيعة الحال لما أضغط على هذه الخانة لكي أدخل للبارامتر أو الإعدادات قصد تعديل عليها ويعطيني هذه الرسالة: Voulez-vous autoriser le programme suivant provenant d'un éditeur inconnu à apporter des modifications à cet ordinateur. هذه هي الرسالة التي يعطيها لنا الحاسوب. فعن طبيعة الحال يمكن البعض أن يعني يحب هذه الرسالة قصدق يعني ظهورها كل مرة يقوم بالدخول إلى الإعدادات، لكن البعض لا يعني يحبذ هذه الفكرة، وبالتالي يكون هناك إزعاج من يعني بسبب هذه الرسالة في كل مرة يدخل إلى الإعدادات تطلع هذه الرسالة. اليوم سوف نتطرق إلى الحل وإلى كيفية إزالتها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. إذن إخواني أخواتي، لكي يعني تتخلص من هذا المشكل لابد من تتبع مراحل هذا الفيديو خطوة بخطوة وتطبيقا لها كما هي في الشرح قصد يعني التخلص من هذا المشكل. المشكل بسيط وسهل جدا، يحتاج إلى كثير من التفكير. فقط أنا أعطيت لكي أوضح الأمور وأبسطها بشكل واضح وتام. ما علينا إلا أن نغلق هذه الرسالة وكذلك هذه النافذة وأذهب إلى دماغي، نضغط على دماغي هكذا، ثم نذهب إلى بانو دو كونفيغوراسيون. هنا على قوة الله أكبر، هنا إخواني أخواتي نذهب إلى هذه الخانة ونضغط على هذا السهم. من لديه بوزيت إيكوني أو غراند إيكوني فليضغط على كاتيجوري. كاتيجوري يعطينا هذا للمعلومات. نذهب إلى كونت إي بروتيكسيون دي زيتيليزاتور، أعيد كونت إي بروتيكسيون دي زيتيليزاتور. إخواني اسمحوا لي لأن أقوم بالشرح والتصوير في نفس الوقت، يعني نقاط يعني الهاتف وكنهضر وكنصور. فنضغط على كونت هكذا
ثم يعطينا هذه المعلومات. نذهب في يسار الشاشة، هذا يسار الشاشة هكذا، ونضغط على سيستم اي سيكوريتي، سيستم اي سيكوريتي هكذا، سيستم اي سيكوريتي. هنا يعطينا معلومات أخرى كذلك، هي سنتر دو مينتونونس، بارفو ويندوز، سيستم ويندوز أبديت، أوبسيون داليمونتاسيون، في سوفكارد، سوفكارد ريستوريت، ميزا نيفو إكسبريس، إي أوتي أدمينستراسيون. هنا نذهب في هاته، وما يهمنا في هذا الفيديو وهذه المشكلة هو نذهب إلى تغيير إعدادات الحساب وموديفي لي بارامتر دو كونترول دو كونت ديتيليزاتور، نضغط عليها هكذا ويعطينا هذه الخانة والمشكل الذي تكلمت عنه سابقا. في أي لحظة وفي أي وقت تريد الدخول إلى أي إعدادات في الحاسوب تطلع معك هذه الرسالة ويعطيها لك الحاسوب، وهي من طبيعة الحال مزعجة، في كل مرة تدخل يعطيها لك الحاسوب. يعني في هذه الحالة نضغط نحن على وي هكذا ويعطينا هذه الخانة، وهذا هو المراد. إخواني أخواتي، يعني من حتى من يريد هذه الرسالة ولم تظهر معه ويريد أن يقوم بتطبيقها على الحاسوب، فهو يتبع يعني نفس الطريقة ونفس الإعدادات حتى يصل إلى هذه المرحلة. هنا بالنسبة لكي نزيل هذه الرسالة من الظهور، نضغط على هنا لكي نقوم بوضع هذه المستطيل في الأسفل، وبالتالي تكون نجامي ما بيغتير. من يريد يعني تطبيقها ويجعلها تظهر في كل مرة يدخل إلى الإعدادات، ما عليه إلى الضغط إلى الأعلى لكي تظهر هذه الرسالة بشكل واضح في كل مرة يدخل إليها. نحن الآن نريد يعني إزالتها، فنقوم بالضغط على هذا الخيار وبالتالي نذهب إلى أوكي، نضغط على أوكي هكذا، أوكي هكذا، ونقوم بالخروج من هذا الخانة. ولكي يعني نلاحظ هل هي يعني تم حل المشكلة أم ما زالت قائمة، فكذلك نذهب إلى الضغط على التاريخ والساعة لكي نقوم بالتعديل على إعداداتهما، فنضغط هنا. وكما لاحظتم كما قمت في البداية بهذا سوف أعيده لكي يتضح الأمر، يعني كما قمت به في بداية الفيديو لما أنقر على شونجي لا دات إيلور تظهر معنا الرسالة التي أردنا أن نزيلها، فإذا ظهرت فالمشكل لم يحل، وإذا لم تظهر المشكل قد تم حله بشكل جيد. فما علينا إخواني أخواتي إلى الدار لكي نلاحظ ماذا سيقع. هكذا لقد تجاوزنا يعني ظهور الرسالة التي كانت في الأول، وبالتالي دخلنا إلى الإعدادات دون ظهور تلك الرسالة بالحاسوب. إذن إخواني أخواتي، ما علي إلا أن أودعكم وأترككم في أمان الله، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والتعليقات. وبالنسبة لمن يزورنا لأول مرة ويزور القناة، ما علي إلا أن يقوم بالاشتراك ويفعل الجرس لكي يصله كل جديد في قناتنا
وعبر نشر الفيديوهات الجديدة. إخواني أخواتي، إلى مشكلة أخرى وحل آخر، وأترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.